البحار والمحيطات عالم بالتأكيد غامض بيضم الملايين من الكائنات الغريبة، رغم خطورته وبشاعته إلا أنه بيمثل تحدي كبير جدا بالنسبة لعلماء المخلوقات البحرية والمكتشفين بشكل عام. كل فترة بيتم اكتشاف مخلوقات غريبة موجودة في أعماق المحيطات. في هذا السياق التقط باحثون كثر من معهد أبحاث الأحياء المائية بخليج مونتريال صورا لدودة باستخدام مركبة. هذه المركبة بيتم تشغيلها عن بعد أثناء استكشافهم لخليج كاليفورنيا. ظهرت مخلوق غريب، يعني ظهرت كمخلوق غريب متعدد الأشواك، له مخالب برتقالية اللون، وبتنتمي هذه الدودة المكتشفة، يعني اللي لم يطلق عليها اسم بعد بشكل رسمي، لفصيلة مختلفة ليس لها عيون، هذه الفصيلة أو خياشيم بتستخدم مخالبها الملونة لالتقاط الطعام، وبتعيش معظم الديدان التي أطلق عليها مجازة اسم دودة الاسباكاتي في جحور أو أنفاق أسفل قاع البحر. لوحظت من قبل وهي تسبح هذه الدودة في الماء أو تزحف على طول القاع للعثور على أماكن بيتوفر فيها الطعام، لكن ممثلين من معهد أبحاث الأحياء المائية في خليج مونتريال في بيان ذكروا أنه على الرغم من أنه إعطاء اسم لنوع ما يبدو أنه عملية بسيطة، إلا أنه الأمر بيتطلب من وجهة نظرهم في الواقع الكثير من الوقت بل والتفاني في جمع العينات وفحص السمات الرئيسة ل يعني هذا المخلوق وتسلسل الحمض النووي أيضا، ومن ثم من اسم علمي بعد ذلك. وفقا للمعهد أيضا من غير الواضح بالضبط مدى العمق الذي يمكن أن تتواجد فيه هذه الدودة، لكن معظم المشاهدات حدثت على عمق أقل من 2000 متر تحت السطح طبعا، وهذه كل هذه المعلومات حسب ما ذكر موقع ساينس أليرت المتخصص بالأخبار العلمية. هذه الدودة دودة السباكاتي تسلط الضوء يعني على قلة معرفة العلماء بأنواع أعماق البحار والأدوار التي تلعبها مثل هذه الكائنات في أنظمتها البيئية. تقارير بتشير إلى أن السباكاتي هي نوع من أنواع الديدان متعددة الأشواك. وصف العلماء حوالي 400 نوع مختلف من هذه الديدان متواجدة في جميع أنحاء العالم. ديدان يعني شائعة نسبيا منها، ولها العديد من يعني المجسات الخاصة بالتغذية مثل دودة المخيخ. هذه الدودة بتعيش عادة في قاع المحيط، لكن في الغالب يعيش الكثير منها في أنبوب أو في بحر. لوحظ أن هذا النوع يستريح في قاع البحر أو يسبح فوقه مباشرة. السباحة أيضا بتسمح بحرية يعني الدودة تحديدا بالتحرك، سهولة إيجاد أماكن جديدة تتغذى فيها. ولا شك أن العديد من الديدان مثل هذه الدودة تنتظر اكتشافها في أعماق المحيط الغامضة، وعلى الرغم من أنه عملية إعطاء كل نوع من هذه الكائنات أسماء قد يبدو عملية بسيطة كما ذكرنا، إلا أنها في الواقع تستغرق الكثير، يعني كما شرحنا جمع العينة، فحصها، فحص السمات الرئيسة، تسلسل الحمض النووي وغيرها. ويمكن على مدى ال 35 عام الماضية اكتشف الباحثون أكثر من 240 نوع جديد، من بينهم الجدد يعني 30 دودة جديدة. وعلى الرغم من أننا لم نكتشف بعض ونصف غالبية الأنواع التي تعيش في أعماق سطح المحيط، إلا أن هذه الحيوانات تواجه مستقبل هش يتم تهديد حياة تلك الحيوانات من خلال عملية الصيد بالتأكيد، تغير المناخ، التلوث اللي بيصل بالتأكيد للمياه العميقة وغيرها من الأمور. أخذنا معكم جولة سريعة في من ضمن المخلوقات الأغرب. شكرا جزيلا لمتابعة حضراتكم، انتظرونا في المزيد. تحياتي إلى اللقاء. Thank you.